مرحبا بكم، مرحبا بكافة وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. اليوم في رحاب وزارة الداخلية حبيناه اللقاء الصحفي هذا لتسليط الأضواء على حادث المرور الأليم اللي جد اليوم الصباح في منطقة القاسرين، ونحبوا بهذه المناسبة الأليمة نترحموا على أرواح الناس اللي توفوا في الحادث الأليم هذا، واللي أدى بحياة عديد المواطنين التوانسة. باش يجيو التفاصيل بعد في الحصيلة. هذاك علاش اليوم اخترنا باش يكونوا حاضرين معنا في الندوة الصحفية هذه لتسليط الأضواء على الحادث هذا العميد شكري الرياحي مدير إدارة المرور الحرس الوطني، والعميد صالح القربي مدير إدارة العمليات الحماية المدنية. وفي التمشي الحديث عن الحادث هذا باش يكون نقطة البداية مع بداية الحادث كيفاش صار وكيفاش كانت العملية مع العميد شكري الرياحي مدير إدارة المرور الحرس الوطني. الله فيكم، مرحبا بكم. في البداية باسم الإدارة العامة للحرس الوطني نقدم تعازينا لأهالي ضحايا هذا الحادث الأليم. نعطيكم صورة يا ياسر شد الميكرو. إذن اليوم الصباح في حدود الساعة 8:15 وفي الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينة تالا والقاسرين، وبالتحديد في النقطة الكيلومترية 208 أي على مستوى منطقة خمودة، جد هذا الحادث. وحسب المعاينات الأولية اللي أمكن لوحداتنا المنتصبة على عين المكان من جمحة تبين كونه شاحنة ثقيلة معناتها محملة بالإسمنت وهي أجنبية كانت قادمة من مدينة تالا، فقد السائق متاعها السيطرة تماما على الفرامل، وفي وجود منحدر داخل بلدة خمودة لم يعد قادر تماما على التحكم في قيادتها. إذن شنو اللي صار هنا؟ في مرحلة أولى اصطدم في شاحنة بحافلة تابعة للنقل الجهوي للقاسرين، كان ذي في مرحلة أولى كان تسير أمامه أدى إلى انقلاب الشاحنة على يمين المعبد، وبالتحديد في بطحاء اللي كانت مخصصة للسوق الأسبوعية اللي مع الأسف ينتظم كل يوم أربعاء، وهذايا بطبيعة الحال كان اليوم، معناتها اليوم السوق نتاع خمودة. إذن ثم تواصل الشاحنة سيرها باعتبار السائق ما عادش يتحكم فيها بكل، لتصطدم في مرحلة ثانية بزو سيارات كانوا راسيتين على يمين المعبد. إيش أدى؟ أدى إلى انقلاب الشاحنة واصطدام السيارتين بعمود كهربائي ذا ضغط عالي أدى إلى سقوطه. هذه في المجمل صورة الحادث كيف صارت. في الحين توجهت وحداتنا إلى علي عين المكان، والتنسيق 8:15 بالتحديد مع أخوينا في الحماية المدنية اللي هو تعطيكم بعد لمحة على التدخل متاعهم، وتم تحويل حركة المرور وتحول المسؤولين الكل على عين المكان. النتيجة الحصيلة متاع هذا الحادث كانت كما يلي: الخسائر البشرية 16 حالة وفاة، ثم الخسائر المادية اشتعال كلي ل 15 وسيلة مدنية، اشتعال الشاحنة المتسبب في الحادث والمحملة بالإسمنت، تضرر حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقاسرين، وسقوط العمود الكهربائي. هذا تقريبا الصورة وصورة الحادث والنتيجة بتاعه. نحيل الكلمة زميلي. الجرحى 85 جريح. تفضل. شكرا. في مستهل كلمتي باسمي وباسم الديوان الوطني للحماية المدنية حاب نتقدم بحر التعازي لضحايا هذا الحادث الأليم، وربي يصبر الأهل متاعهم ويرحمهم ويرزقهم جميل الصبر والسلوان. بالنسبة للحماية المدنية، تقريبا على الساعة 8:15 تم إعلام الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقاسرين من طرف منطقة الحرس الوطني عن وقوع هذا الحادث الأليم. واعتبار لأهمية هذا الحادث والمعطيات الأولية المتوفرة، تم توجيه كل الإمكانيات المتوفرة بالإدارة الجهوية بالقاسرين
سواء من فرقة القصرين أو من الوحدات التابعة لها من فرقة تالا أو سبيطلة، على وعلى التنسيق مع مصالح الصحة العمومية مركزيا وجهويا، واللي تولت توجيه 10 سيارات سعر. عند الوصول على عين المكان تولت الوحدات نتاعنا إخماد الحرائق، تخليص المصابين والجثث من حطام السيارات، إزاحة السيارات من الطريق العام، وإرجاعها الحركة المرور إلى وضعها الطبيعي بالاستعانة بعدد 2 آلة تراكس تابعين للخواص. بالنسبة للحادث كما قال زميلي، نتج عنه 83 مصاب، منهم 14 حالة اختراق. 85 مصاب، منهم 14 حالة اختراق. تم تحويلهم إلى المستشفيات المجاورة، 2 مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، 1 مستشفى القصاب بمنوبة، 4 مستشفى الأغالبة بالقيروان، 3 مستشفى الجامعي سهلول، 4 مستشفى الجهوي بسيدي بوزيد. بالإضافة إلى تسجيل 16 حالة وفاة، 14 على عين المكان، و2 متأثرين بالإصابات نتاعهم بالمستشفيات. هذه تقريبا الخسائر البشرية. بالنسبة للخسائر المادية كما صرح زميلي نفس المعطيات تقريبا، نتيجة سقوط السلك الكهربائي تسبب في اندلاع حرائق بعدد 17 سيارة مدنية، 15 سيارة مدنية، مع تضرر 5 دراجات نارية واشتعالها كليا، واشتعال النار أيضا بالشاحنة اللي متسبب في الحادث، وتضرر حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل. وشكرا. بالنسبة للحادث هذا نحب نأكدوا أنه لا علاقة له بأي شبهة إرهابية، هو حادث سير عادي ولا علاقة له بأي عملية أو أي خلفية إرهابية. وتفاصيل أكثر مع سيد العميد شكري ريحي. وحسب المعاينات كما قلت من بكري اللي قاموا بها وحداتنا غاديكا، لا علاقة له بعملية إرهابية. إذا كان جات ثم عملية إرهابية السوق كان موجود بجنبه، كان في عود يكمل قدام في الكياس، كان ينجم يدخل السوق كريم إذا كان عنده نية نتاع عملية إرهابية. دونك لا علاقة، هذا معاينات. نقولوا احنا الكاميون طاحلوا الهواء، معناتها ما عادش فما فران جبنة واحدة، دونك ما عادش يتحكم فيه مع الرزن الموجود محمل البضاعة الاسمنت، وسائق ولا غير قادر تماما مع السيطرة عليه جملة. هذا احنا تم فتح محضر في الواحد وفما تحقيق مدقق زاد. الشاحنة الجزائرية كانت متجهة نحو الجزائر والسائق توفي السائق ايضا؟ مازلنا ما عندناش معطيات ومازلنا ما كدناش الهوية نتاع السائق. الشاحنة ذات ترقيم أجنبي مش تونسي. التحقيقات ما زالت، نعطيكم التفاصيل إن شاء الله بعد استكمال التحقيقات. هو الإسمنت. هذه التفاصيل كلها العملية نعرفوا اللي ما زالت كي جدت وما زالت كما نقولوا سخونة. التفاصيل كلها إن شاء الله بعد استكمال كل الأبحاث باش نخرجوا كل التفاصيل بكافة الهويات وكيف معناتها الجو الجنسيه نتاع السائق وهويته وهويه بقيه الاطراف اللي ذات علاقه. المعلومات هذه مازلنا ما ناكدوهاش توا، تناكدوها بعد. احنا كإدارة عامة للحرس الوطني وككل سنة نقوم بوضع خطة مرورية لتأمين العطلة الآمنة اللي هي انطلقت في اللي هي كانت على زوج مراحل. الحقيقة هي كانت شهر رمضان معظم، تم وضع خطة مرورية وكانت النتيجة بالمقارنة مع السنة الفارطة في شهر رمضان كانت إيجابية، يعني فما انخفاض. السنة مش كيما عم ناول، السنة عنا
العطلة الآن شهر جويلية وأوت كاملين، خاطر عام ناول كان شهر رمضان تقريبا في شهر جويلية. كيف كيف قمنا بوضع خطة مرورية على كامل الطرقات، يعني كامل شبكة الطرقات، وتعزيز المناطق اللي تكثر فيها الحوادث أكثر من غيرها، وهذا بمقارنة مع تأخذين خطة مرورية بالرجوع إلى الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2015. يعني كنا نحطوا خطة مرورية ما نحطوهاش على فيغلات، دونك نعرفوا المحاور الرئيسية اللي تصير فيها أكثر من غيرها من الحوادث، دونك يتم التركيز عليها، نعرفوا المخالفات اللي متسبب أكثر من غيرها في الحوادث واللي هي السرعة، دونك كثفنا بالحملات نتاع الرادار في كامل تراب الجمهورية، يعني الوحدات قاعدين يقوموا بثلاثة حملات رادار يوميا، يعني الصباح والعشية وفي الليل، صرنا نخدموا في الليل. إذا أنت تقول لي توا الحادث هذا صار مش نتيجة سرعة، ما هوش نتيجة هذه، معناتها إنسان فقد الفرامل نتاعو، دونك لا هي نتيجة سرعة ولا حتى شيء، هذا قدر صار. ونقول لك توا بالنسبة للإحصائيات المسجلة بالمقارنة مع السنة الماضية راهي في انخفاض، كوسوسوا زملائنا الشرطة ولا حرس. عجب، اوكي واضح سؤالك، واضح. احنا كمؤسسات الدوله، يعني نحكي على جهاز وزاره الداخليه والمؤسسات الرسميه، قاعدين نخدموا الموضوع هذا، لكن نقول لك انا ومعنا جمعيات ذات السيره بسلام المروريه، لكن نقول لك المجهودات اللي قاعدين نقوم بها احنا غير كافيه. علاش؟ على خاطر المساله مرتبطه بالعقليه نتاع المواطن توا حاليا، وسجلنا نقول لك سجلنا سلوكيات غريبة لدى بعض مستعملي الطريق خاصة بعد الثورة، فما سلوكيات غريبة أدت إلى وقوع حوادث قاتلة. إذن المسألة قلت لك مرتبطة بالوعي وإحساس بعد المواطن، يجب يكون عنده سلوك حضاري على الطريق، دونك لهنا يجبنا نتعاون، يعني ما هوش مؤسسة الدولة فقط هي اللي تنجم تنقص بالحوادث، هي الوعي المروري لدى المواطن. لا نحكي على الوعي المروري لدى المواطن. كالفورماسيون، شنو الفورماسيون؟ نعطيك الحل، حل بسيط، كاين كل مواطن فينا يحترم قانون الطرقات، حوادث ما تصيرش، كل مواطن فينا يتنازل ويخلي. انت تشوف سلوكيات توا، تشوف في الاطور وتشوف كذا، كاين كل مواطن يطبق القانون قدرة ربي ما يصير شيء. شوف سامحني، هذا تي ماش تعرف سومي رومارك سي كوا سومي رومارك اون بلوس نعبي تنجمش. هي العمليه راهي صارت، هي العمليه صارت في لحظات، راهو سامحني لحظه قاعد نجاوب في زميلتك، اي لحظه برك. دونك العمليه هذه صارت في لحظات، وعاد قلت في المداخله نتاعي كونه فما منحدر داخل بلده خموده اللي ساعد على السير، معناتها زاد قوات، دونك ما عادش ينجم يسيطر، انسان فقد تماما السيطره على قياده الشاحنه. تفضل. زيد محشوب اذا تنصب لي، هل يجوز قانونيا الشاحنات تقريبا سومي روبوت تدخل في المناطق العمرانيه؟ الحادث الحادث جد بالوطنيه 17، هذه طريق وطنيه يجيبوها الكبان، يجيبوها جميع انواع الوسائل. انا نقول لك الحل مش تقع دراسته، مش في معناتها الشاحنات تمشي على الوطنيات وكذا، يعني احنا 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 انطلقنا في انشغال كافه الوحدات توا باش نشوفوا هل الاسواق الاسبوعيه هذه متواجده على الطرقات الرئيسيه، باش يقع دراستها ونشوفوا امكانيه التنسيق مع السلطات الجهويه غاديكا، امكانيه معناتها تغيير المكان نتاعها. وكما قال زميلكم العمليه هذه صارت في تالا كيف كيف في منحدر، دونك لهنا قاعدين ندرسوا وانطلقنا في الدراسة هذه من اليوم على إثر الحادث، انطلقنا سواء كان ذلك معناتها على الأسواق الأسبوعية
ولا حتى امام المدارس وعن على باب العوده المدرسيه. دونك زاده انظرنا في معناتها تسيير حركه المرور امام المدارس. هل ضحايا الحادث هم من سواق السيارات اللي احترقت ام المواطنين في السوق؟ يعني هذه راهو الابحاث مازالت جاريه تو احنا راهو اشو. دونك الابحاث مازالت جاريه. دوما نكملوا كما قال لك سياسر دوما نكملوا نعطيوكم بالضبط حتى كيفاش صورة الحادث وشكون توفى وكذا وكذا. معناتها فما تحقيقات مازالت ما نجموش نحكيوا على الشيء هذايا في البلد. حوادث مماثله في اوروبا مثلا تشوفها فرنسا لحظه بلحظه بعد كل ربع ساعه خليه نتاع اعلام تقريبا احنا بعد نهار كامل معناها بعد 10 ساعات ومازالت الابحاث مفروض. بالنسبه للاعلام يعني حاولنا انه منذ صباح اليوم انه باش نكونوا مواكبين للاعلام وكنا عندنا بلاغات محينه لوزاره الداخليه بلاغات محينه وين عندنا رقم بالتنسيق مع اداراتنا وحداتنا الامنيه المختصه ذات الاختصاص سواء كان ذلك بالتنسيق مع الاداره العامه للحرس الوطني او مع زملاء في الديوان الوطني للحمايه المدنيه وكانت عندنا ارقام محينه ومعلومات محينه وحبينا ان توجوها باللقاء الصحفي الاعلامي هذا لمد وسائل الاعلام لمد الراي العام من خلالكم بكل التفاصيل الممكنه في انتظار بالرغم انه معناتها الحيثيات والتحقيق في الحادث مازال جاري لكن على الاقل حاولنا باش نكونوا قريبين ونعطيوا المعلومه وحاولنا المعلومه منذ الصباح الباكر انها تكون موجوده كل ساعة تقريبا محينة. آخر المعلومات المتوفرة حاليا بخصوص الحصيلة وبخصوص أسباب الحادث هذه الأبحاث الأولية ديما نقول الأبحاث الأولية وفق ما توفر لدينا الآن كوزارة الداخلية وكهياكل وحدات الأمن الداخلي خاصة الحرس الوطني والحماية المدنية. الأرقام أعطاوها لكم للسادة العمداء فهمت؟ هذا الموجود حاليا. هو اللقاء الصحفي نتاعنا هذا كان خاصة لتسليط الضوء على الحادث، لكن بالنسبة للعملية الأمنية اللي صارت البارح في القصرين هي عملية أمنية استخباراتية بدرجة أولى. وما كانتش وليدة البارح، هي عملية أمنية استخباراتية استباقية كانت تحضر لها الوحدات الأمنية منذ مدة، ما نجموش نفصحوا على المدة قداش وكذا لأسباب أمنية بحتة. بلغت معلومات الوحدات الأمن انه بوجود العنصرين الارهابيين هذوما اللي كانوا اللي تم القضاء عليهم وكانوا يتنقلوا في المده الاخيره في وسط مدينه قصرين وعندنا حتى معلومه انتقلوا من بين 10 ديار تقريبا. البارح كنت مركزوا بدار في حي الكرمه هذا في وسط قصرين تمت العمليه بدات العمليه تقريبا حدود نص الليل وفات 7 نتاع الصباح. تم القضاء في المرحله الاولى على العنصر الارهابي الاول. وبعد قعد العنصر الارهابي الثاني وقعدت نوع من اطلاق النار المتبادل معاه بعد هو خرج واطلق النار بصوره معناتها بعد ما ايس اطلق النار بصوره عشوائيه مما تسبب في مقتل الشاب الله يرحمه نحب نترحم عليه على روح الشهيد المواطن هذايا الشاب اللي تقريبا عمره في حدود 16 او 18 سنه. فهمت؟ قلنا اذا انه تم القضاء على العنصر الاول ثم العنصر الثاني بعد مقاومه خرج وسلم وبدا يطلق في النار بصوره عشوائيه تم القضاء عليه. العمليه هذه كما قلنا هي عمليه استباقيه استخباراتيه. في لا هما الزوز عناصر الموجودين في الدار ولكن بعد في مرحله لاحقه اليوم تم القضاء تم القاء القبض على عنصر اخر ذات علاقه بهم. لا يمكن الكشف عن هويته لانه الابحاث مازالت متواصله في الموضوع هذايا ولا يمكن الكشف عن الهويات بالضبط. الاكيد والثابت انه العناصر هذه بتفتيش المنزل اللي كانوا فيه زوز اسلحه كلاشينكوف 4 مخازن حقيبه رمانات يدويه حزام نصف سيف ودراجه ناريه كانوا يستعملوها لرصد المنشات الامنيه والعسكريه. علاش هما كانوا يحضروا انهم في خلال في كان في تفكيرهم أو كان في مخططهم أنه في خلال أسبوعين باش يتم رصد منشآت أمنية وعسكرية بالجهة لاستهدافها بعد لتقديم مخطط لبقية العناصر الإرهابية الموجودة في المنطقة
لاستهدافها وكانوا يخططوا العمليات أمنية في المنطقة. لكن الوحدات الأمنية، الوحدات الأمن الوطني بالقسرين وبالتعاون مع قوات وحداتنا من الجيش الوطني كانت بالمرصاد، وبفضل العملية الاستباقية تم القضاء عليهم. المجموعة هذه، المجموعة هذه الأكيد والثابت اللي نجم نقولوه بصورة عامة في انتظار استكمال الأبحاث أنه عندها ارتباطات بعناصر إرهابية موجودة. والعنصر الأول اللي تم القضاء عليه كان شارك في جميع العمليات اللي صارت في القسرين وفي محيط مدينة القسرين، في محيط في ولاية القسرين، كل العمليات الإرهابية اللي نذكروها كله كان شارك فيها. وما نجموش نكشف توا ممكن على الهويات بالضبط، فهمتي؟ داعش، فهمت؟ ولكن الأبحاث ما زالت متواصلة، وسيتم بعد استكمال الأبحاث الأمنية في هذا المجال سيتم الكشف عن بقية التفاصيل في هذا فيما يتعلق بهذه العملية الأمنية الاستباقية. شكرا. عنصر ثالث هذا تم إلقاء القبض عليه اليوم، فهمتني؟ التفاصيل إن شاء الله بعد ما يتم استكمال الأبحاث. شكرا.